السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله عن البرونكوجينيك كارسينوما. البرونكوجينيك كارسينوما هي الموست كومن مالجنانت برايمري تيومر ان ذا لانج. تمام، بتيجي فين؟ بتيجي في الاولد ميل سموكر اكتر من 40 سنه او اكتر من 50 سنه. اولد ميل، تمام، هيفي سموكر، بيخن كتير وعنده هيموفيسس. لو جالي واحد كبير مثلا فوق ال 40 او فوق ال 50 وبيدخن بشراهه، هيفي سموكر مثلا، وليكن 20 سيجاره في اليوم، بقاله مثلا 20 30 سنه بيدخن وبيشتكي من شكوى واحده بس، هيموبتسيس، يبقى هو برونكوجينيك كارسينوما انتل بروفد اذروايز. يبقى افكر اول حاجه في برونكوجينيك كارسينوما. تمام، طبعا في حاجات تانية بتعمل هيموبتسيس، ولكن نظرا لخطوره المرض ده، يعني قال لك سسبكت المرض ده لو اولد ميل وسموكر وبيشتكي من هيموبتسيس. تمام، ماشي. البريد سبوزنج فاكتور السيجارة سموكينج. ليه؟ اي السيجارة سموكينج فيها ماده اسمها ال 3 4 البنزبرين. ال 3 4 بنزبرين دي موجوده في الورقه بتاعت السيجاره نفسها، مش في الماده، لا، في الورقه بتاعت السيجاره، الورقه البيضاء. تمام، دي ماده كارسينوجينيك. تمام، يقول لك بيتوقف على الديوريشن، هو بيدخن كام سيجاره في اليوم وبيدخن قد ايه، يعني كام سيجاره وبيدخن كام سنه. تمام، الاوكيوبيشنال فاكتور الاسبستوس والنيكل واليورينيوم. تمام، المصانع بتاع السيراميك والحاجات دي والازاز والحاجات دي، المصانع دي قال لك دي الناس اللي شغالين فيها دايما يجي لهم ميزوثيليوما. ميزوثيليوما اللي هو التيومر بتاع البلوره، وبيجي لهم برونكوجينيك كارسينوما. والصناعات دي اتلغت على مستوى العالم، يعني معظم الدول لغتها ما عدا مصر. مصر ودوله كمان تقريبا. تمام، يعني عشان احنا بنضحي بالناس يعني، ماشي. مهم يعني الكرونيك لانج، كرونيك لانج انفلاميشن بيحصل ايه؟ انترستيشال فايبروزس. انترستيشال ايه؟ فايبروزس. تمام، الباثولوجي بيحصل ايه؟ قسموها على حسب الهيستولوجي وعلى حسب على حسب الهيستوباثولوجي تحت الميكروسكوب. الاقي في انواع بتبقى هايلي مالجننت، وفي انواع بتبقى ايه؟ المالجننت فيها قليله شويه. الانواع الهايلي مالجننت بنسميها السمول سيل كارسينوما، هي صغيره بس ايه؟ سوسه. يعني ايه؟ هي صغيره ولكن هي مالجننت. تمام، يبقى سمول سيل كارسينوما ونون سمول سيل كارسينوما. السمول سيل كارسينوما دي بتمثل 20%، بنسميها الاوت سيل كارسينوما، الاوت سيل كارسينوما. تمام، تبقى هايلي مالجننت ورابيدلي جروينج، وهي دي بتعمل حاجه اسمها البارا مالجننت سندروم. هناخد حاجه اسمها البارا مالجننت سندروم دلوقتي. دي التيومر بيبدا يطلع سيتوكاينز ويبدا يطلع هرمونز ويبدا يعمل مانيفستيشنز لامراض ثانيه، يعني مثلا مانيفستيشن لكوشنج، مانيفستيشن لسولو هيبر باراثايرويديزم، الجاينيكوماستيا، البريفرال نيوروبسي. هو الحاجات دي مش موجوده، يعني المرض نفسه مش موجود عند الشخص ده، ولكن نظرا للهرمونات اللي بتطلع من التيومر سيلز تبدا المانيفستيشن بتاع المرض ده يظهر وكانه عنده الحاجه دي، هو بس هو ما عندوش. تمام، طيب النانو سمول سيل بتبقى عباره عن ايه؟ يا اما سمول سيل، الحاجات دي كلها في الباثولوجي بتاعها، يعني تحت الشريحه بتبقى سمول سيل او لارج سيل او ادينو كارسينوما او الفيلر سيل. تمام، النسب مهم عشان ام سي كيو. السمول سكوما سيل ب 40%، اللارج سيل 15%، الادينو يعني حاجه شبه الجلاند يعني. تمام، 25%. تمام، الادينو دي غالبا بتيجي في الناس اللي شغالين في مصانع السيراميك الاسبستوس. تمام، وبتيجي في الفيميل نون سموكر. تمام، ماشي. ينربهم الحب جانبي يعني كلها على الميل، يبقى الفين كمان الفيميل بتاخد حاجه. طب الالبولار سيل بتبقى لو جريد، دي اخفهم شويه، دي اخف واحده. تمام، يبقى قسموها سمول سيل ونون سمول سيل، ونون سمول سيل قسموها سكويمس ولارج وادينو والبولار. ماشي، على حسب المكان بتاعها، يعني حسب بتضرب في السنترال ولا في البريفرال. لو انا مثلا رسمت ادي لانج وادي لانج كمان، وعندي عندي هنا تركيه وبرونكاي. تمام، ممكن التيومر يضرب هنا كده في النص في الحته دي، ممكن يضرب في البريفرال. تمام، يضرب في التيوم في السنتر او في البريفري. لو في السنتر بنسميه سنترال او هايلر، سنترال او هايلر، لان الحته اللي في النص دي اسمها الهايلم. تمام، يبقى سنترال او هايلر. تمام، لو في بريفرال يبقى بريفرال. هنقارن ما بينهم من حيث ان المقارنه دي مهمه. تمام، من حيث الانسلنس والتايب والسبريد والكلينيكال بيكتشر والبرونكوسكوب. تمام، من حيث الانسلنس المور كومن هو الايه؟ هو السنترال. المور كومن هو السنترال. تمام، ماشي. الطيب هنا دي بتبقى اسمه بتبقى سكويمس سيل كارسينوما، هنا دي يا ادينو يا لارج. ماشي، السبريد، طب من المنطق دي، من المنطق التيومر موجود في السنتر، في هنا الجزء اللي في النص ده بنسميه ميديستاين، الجزء ده بنسميه ميديستاين. تمام، طيب والجزء ده البلوره، اللنج مغطيها مين؟ البلوره. تمام كده، طيب لو التيومر في السنتر لما يجي يعمل سبريد هيعمل سبريد هنا ولا هنا؟ ايه اللي اقرب له؟ لا، اللي اقرب له الميديا هنا في السنتر. تمام، يبقى السنترال تيومر بتعمل ايه؟ بتعمل ميتاستيزس او بتعمل سبريد للميديا ستاينم. اما البريفرال تيومر بيعمل ايه؟ بيعمل سبريد للبلوره. تمام، على فكره الاثنين ممكن يعملوا سبريد هنا وهنا، ولكن هنا احنا بنتكلم على الموست كومن. يعني الكلينيكال بيكتشر برضه هنا كده بيكتشر ممكن تبقى هنا او هنا، الاثنين متشابهين، ولكن الموست كومن في السنترال بيبقى كفر. بس كده السي سي يبقى كفر.
بكح، يا اما كحه لوحدها يا اما كحه بدم هيمورتسس، وبشكل بديسنيا وشيست بين، يعني الشيست سيمتوم اللي احنا عارفينها. طيب هنا بما ان هو بيعمل اكستنشن للبلوره فبيعمل بلورسي، بيعمل اريتيشن في البلوره وانفلاميشن في البلوره. كنا احنا قلنا من ضمن الاسباب السكندري بلورسي كان مالجننت، تمام؟ يبقى مالجننت سكندري بلورسي، تمام. البرونكوسكوب لو انا دخلت بمنظار برضه المنطق بيقول ايه، انا دخلت بمنظار بالاير واي، هنا هدخل بمنظار واتفرج. طيب ايه اسهل لي، ايه اسهل لي وانا بتفرج بمنظار، اشوف السنترال ولا اشوف البريفرال؟ لا اشوف السنترال. يبقى الاسهل بالنسبه للمنظار انه يشوف ايه، انه يشوف السنترال. فالسنترال تيومر بيبقى ايزلي فيزبل بالبرونكوسكوب، تمام. يبقى لو انا قارنت بين السنترال والبريفرال من حيث الانسرنس الموست كومن هي السنترال. بص كده السي سنترال هي مور كومن، تمام. طيب هنا سكويموس سيل، هنا ايه، هنا ادينو، هنا لارج سيل، تمام. السبريد بما ان هي سنترال فهتسبريد للميريستينم، اما هنا للبلوره، تمام. الكلينيكال بيكشر الشيست سيمتوم احنا عارفينها، اما هنا بتسبريد للبلوره فبتعمل بلورسي سكندري مالجننت بلورسي. البروكوسكوب لو انا دخلت بمنظار اسهل لي بكتير من ان انا اشوف سنترال، اما البريفرال بيبقى هارد ريفيزابل. في حاجه اسمها البانكوست تيومر، البانكوست ده بيضرب الايبكس، بيضرب ايه، بيضرب الايبكس، بنسميه البانكوست تيومر، ماشي. السبريد، ماشي. السبريد يا اما يكون دايركت اي زي اي تيومر، دايركت بلاد ولينفاتيك، الدايركت الدايركت ليه؟ للجيران. هو دلوقتي موجود في ايه؟ في اللنج، ممكن يروح على البلوره، ممكن يروح على الميديستاينم. احنا قلنا الميديستاينم ده بيبقى سنترال، اما البلوره ده بريفرال، صح كده؟ ممكن يروح على الريبس، الدروع او الفيرتبري. يبقى كده ادي لنج، ها ودي لنج، ها تمام، وادي التراكيه وبرونكاي، حلو. يا اما سبريد للميديستاينم، تمام، يا اما سبريد للبلوره، يا اما في هنا ضلوع سبريد للايه؟ للريبس، يا اما ورا في فيرتبري، في ايه؟ في فيرتبري ورا، تمام، ماشي. طيب الليمفاتيك، في عندنا ادي لنج، في هنا ليمف نود في النص كده بنسميها الهايلر ليمف نود، وليمف نود ادي لانج كمان، تمام. الليمف نود اللي لازقه على اللانج دي بنسميها الهايلر ليمف نود، واللي في النص بنسميها ميدياستاينال ليمف نود، تمام. في عندنا تحت اللي لو انا رسمت هنا مثلا الشخص ده كده، تمام، ادي الرقبه وادي مثلا دراعه، هلاقي في هنا ايه، هلاقي في هنا اكزيلا، يبقى اكزيلري ليمف نود، تمام. هلاقي في تحت هنا، تحت لو انا كملت تحت كده، في هنا ابدومينال ليمف نود، البرا اورتيك والسيليك والحاجات دي، تمام. طيب يبقى ممكن يروح على الهايلر ليمف نود، الميداستاينال ليمف نود، الاكسلري ليمف نود، على الابدومينال ليمف نود، تمام. ممكن في حاجه اسمها الليمف ليمفانجايتس كارسينوماتوزس، بيبقى ريتروجريد، ريتروجريد ليمفاتيك سبريد. من المفترض ان الليمف بيمشي كده في اتجاه الليمف، يعني مثلا ايه المالجنت سيلز بتعمل سبريد كده في نفس اتجاه الليمف، لا ساعات المالجنت سيلز بتايه لف ورجع تاني، ايه بتعمل ريتروجريد سبريد، بتبقى ماشيه عكس اتجاه الليمف، بنسميها ريتروجريد سبريد، تمام. فبنسمي الحرب، بنسمي الحكايه دي الليمفانجايتس كارسينوماتوزس، بتعمل حاجه اسمها سب اكيوت كور بالمونات. طب البلد اللي احنا عارفينها الليفر لانج وون وبرين، بما ان هي في اللانج هتسبريد ليه الليفر والبون وبرين، ماشي. طيب دي حته صوره للرايت سوبرا كلافيكولار، في هنا كده ما بين الاسترومستويد والاسترومستويد هتلاقي في هنا ايه حاجه اسمها السوبرا كلافيكولار لينف نود. السوبرا كلافيكولار دي في رايت وليفت، الرايت بنسميها الاسكالين، الاسكالين دي دي الميتاستيزس لو بتظهر بتكبر، يعني بتكبر امتى؟ لو التيومر في اللانج، لو التيومر في اللنج يبقى الرايت سوبرا كلافيكولار تبدا تكبر، تمام. لو في الليفت دي بتاعت الايه الاستومك، تمام. بما ان هنا التيومر في اللنج فيحصل ميتاستيز على مستوى ايه الرايت سوبرا كلافيكولار او اللي اسمها الاسكالين في نود، تمام، ماشي. الكلينيكال مانيفستيشن في عندنا اسيمتوماتيك، اسيمتوماتيك وشيست برزنتيشن، و اشيست برزنتيشن، تمام. هنشوف دلوقتي الكلام ده. طيب الاسيمتوماتيك، الاسيمتوماتيك ممكن يجي البيشنت ده اسيمتوماتيك ديسكفرد اكسيدنتالي بالشيست اكس راي، يعني عملت اكس راي كده، يعني ايه فحص، يعني مثلا فحص روتيني، او قلت له مثلا اعمل لي اشعه على صدرك، لقيت في مالجنانت ماس موجوده في اللنج، ممكن ايه اكتشفها بالصدفه، تمام. الشيست حاجات بتضرب البنقاي وتضرب اللنج، وحاجات لها علاقه ايه بالثوركس، واحد واحده كده، حاجات لها علاقه بالبنقاي واللنج. اولا طبعا بما ان هي شيست، احنا في الشيست هنا فبيجي بايه، بيجي برزنتيشن بتاع الشيست نفسها، الكف الشيست بين، الهيموفيسز، الديسنيا، تمام، ماشي. الكف عشان الاريزيشن للكف ريسبتور موجوده في البلوره، والهيموفيسز نتيجه لفرقعه الكابيلاري، والديسنيا نتيجه لايه، نتيجه للاشاره من المخ، بيبدا يبعت اشاره للانتركوستال ماسلز والريسبيراتوري ماسلز بحيث انها ايه تزود من الريسبيراتوري ريت، يعمل تاكيبنيا عشان تعوض النقص في الاكسجين او تعوض النقص في الريسبيريشن ده، تمام، ماشي. الشيست بين نتيجه مثلا للبلورسي، بيعمل اريتيشن للبين ريسبتور موجوده في البلوره. طيب ممكن يحصل برونكيال اوبستراكشن، تقفل البرونكاي، يعني مثلا عندي ادي تركيه برونكاي، ممكن ايه يحصل ميتاستيزس للبرونكاي، يقفل البرونكاي، يا اما يعمل بارشل اوبستراكشن،
اما يعمل كومبليت اوبستراكشن. تمام، البارشال اوبستراكشن ده يعمل لوكالايز ويزنج. لوكالايز ليه؟ لان غالبا التيومر ده بيجي في ناحيه واحده، يعني هو مش اكيد يعني مش سيء الحظ للدرجه دي عشان يجي في اللنج في ناحيتين، فهو بيبدا معاه بوان لنج. تمام، فبيبدا ايه وان ايه وان لنج، يعني ناحيه واحده ناحيه واحده. طيب احنا قلنا لما يحصل بارشل اوبستراكشن زي بونكن ازمه زي السي او دي، اللي بيحصل اثناء الاكسبايريشن اللي هو بيخرج باسيف، لو الطريق ده يبدا يزيق يبقى يعمل لوكالايزد ويزنج. لوكالايزد ايه؟ ويزنج. تمام، يبقى يحصل لوكالايزد يونيلاترال ويزنج. تمام، كمان يحصل ايه؟ برونكياكتاسس، يبدا البرونكاي دي توسع شويه، يحصل فيها الوول بتاعها يبدا الماسكولو سكيليتال تيشو او الماسكولار تيشو والاليستيك تيشو الموجود في البرونكيال وول يبدا يحصل له ديستراكشن ريبليسد باي فيبروزس، يبدا يحصل ايه؟ بيرمننت دايلاتيشن في برونكاي فيما يعرف ببرونكياكتاسس، احنا شرحناها عنها بالتفصيل في فيديو لوحدها. تمام، طب لو حصل كومبليت اوبستراكشن، الكومبليت اوبستراكشن يعمل كولابس. لو انا قفلت البرونكاي دي وفي هنا لانج، ها اللانج دي مش هيبقى فيها هواء، الهواء فيها هيتشفط ومش هيدخل، مش هيدخل تاني، ما فيش هواء هيخش اللنج. لو انا قفلت الطريق الهواء يجي يخش مش عارف يخش، فيحصل كولابس في اللنج تكش. تمام، تبدا ايه هي بالشكل ده كده، تبدا ايه تبدا تكش. تمام، تبدا ايه تكش كولابس. ماشي، النيومونيا ممكن يحصل ان ريزولف نيومونيا، يعني انا دلوقتي مثلا بعالجه المفروض يقعد اسبوع، لو دوبر نيومونيا يقعد اسبوع وبيخف، او لو برونكو يقعد اسبوعين ويخف، لا ده ليه ريكارنت وان ريزولفين، يعني عمال اعالجه بالانتي بايوتيك ومش بيستجيب. تمام، نتيجه ان السبب مالجنت، لازم اعالج السبب، لازم اعالج مالجنت، اشيل التيومر. تمام، وادي له كيمو ثيرابي وادي له راديو ثيرابي، يعني اعالج ايه؟ اعالج المالجنت. يعني اللنج ابس ممكن يحصل سكند انفكشن، حصل كولابس، الكولابس ده نيكروزس، النيكروزس ده جود ميديا فور بكتيريا، فيحصل ايه؟ فيحصل لنج ابسس. كمان البرونكوجين كارسينوما بتقلل المناعه. تمام، تبقى كمان بتدي فرصه للبكتيريا انها ايه تتكاثر وتعمل لنج ابسس. ماشي، البريك داون للتيومر، يبقى تاني كده اللنج ابس يحصل ليه؟ عشان الكولابس فعمل نيكروزس، فنيكروز فجود ميديا فور بكتيريا، كذلك المناعه بتبدا تقل. ماشي، يبقى برونكو بالمدري، يا اما شيست سيمتومز اللي هي الكوف والهيموتس والشيست بين ديسنيا، يا اما يجي بالبرش، يا اما يجي بالبرونكي الابستراكشن يكون بارشال فيعمل ويزنج ويعمل برونكياكتاسز، بس يبقى على ناحيه واحده يوني لاترال. الكومبليت يعمل ايه؟ يعمل كولابس. النيومونيا تبقى ان ريزولفنج مش بتستجيب للعلاج. اللنج ابسس نتيجه للتيومر بيقل المناعه وبيعمل نيكروزز، بيبقى جود ميديا فور بكتيريا. ماشي، في حاجه اسمها الثوراسيك انلت، الثوراسيك انلت او سوبيريور سالكاس سندروم. طيب ده بتحصل في البانكوست تيومر، مش احنا قلنا في حاجه اسمها البانكوست تيومر بيبقى ايه؟ التيومر برونكوجين كارسينوما، ولكن في ايه؟ في الايبكس، بيضرب الايبكس بتاعت اللنج، بيضرب الايبكس بتاعت اللنج. الحته دي معدي فيها حاجات كتير قوي، معدي فيها حاجات كتير قوي، معدي فيها البريكيال بريكسس، معدي فيها السب كيليبيان ارتري، السب كيليبيان فين، السمباثاتيك تشين. انا بقى اعمل ايه بقى؟ بريشر مانيفستيشن. التيومر لما بيكبر يكبر 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 يضغط على الحته دي، الحته من الثوركس دي، الحته دي من الثوركس بنسموها الثوراسيك انلت. الثوراسيك ايه؟ انلت بالشكل ده كده، الثوراسيك انلت، الحته دي بنسميها ايه؟ الثوراسيك انلت، اللي عليها دايره دي، اللي عليها دايره دي. تمام، بنسميها الثوراسيك انلت. يعني هنا كده لو في ايبكس هنا، لو نتخيل ان في هنا لنج وفي هنا بانكوست تيومر، البانكوست تيومر ده كبر، لما كبر بدا يضغط على الحته دي، فيضغط على المكونات اللي موجوده فيه، هيضغط على السب كليبيان ارتري وفين، على البريكيال بريكسس، على الفريق، على الايه، على هنشوف دلوقتي. تمام، واحده واحده كده، بس عايزين نعرف الفكره بتاعت البانكوست تيومر، ان هو لما كبر ضغط على المنطقه دي. طيب باللي فيها اول حاجه البريكيال بلكسس، كان في حاجه اسمها بريكيال بلكسس، كان بتاخد من سي 5 6 7 8 وتي 1، سي 5 6 بيديني السوبيريور ترانك، السي 7 الميدل ترانك، والسي 7 سي 8 وتي 1 بيديني انفيريور ترانك. الترانك بتديني ديفيجن، والديفيجن بتتقسم لكورد لاترال وبستيريور وميديال كورد، والكورد بتنقسم لنيرفز، الالمر نيرف والريديال نيرف والميديال نيرف، حاجات كده في امريكا بريكسس. كانت الضفيره العضديه، الضفيره العضديه دي كانت بتدي نيرفز سبلاي بتاع الابر ليمب. تمام، ماشي، قال لك بقى البانكوست تيومر ده بيبقى معدي في الانفيريور ترانك، بيضرب الانفيريور ترانك. الانفيريور ترانك بيغذي مين؟ بيغذي الميديال اسبيكت اوف فور ارم، بيغذي الميديال اسبيكت اوف فور ارم. تمام، وبيغذي المسل اوف ذا هاند. طيب لو انا ضربت اللور ترانك اوف بريكال بريكسس، فبالتالي هيحصل باراسيزيا او بين في الميديال اسبيكت اوف ارم وفور ارم. تمام، ويحصل ويكنس للمسل، يبقى سنسوري وموتور. السنسوري يحصل بين، هو باراسيزيا في الميديال اسبيكت اوف ارم وفور ارم، على مستوى الموتور ويكنس وويستنج في السمول مسل اوف ذا هاند. تمام، يضرب كمان السمباثيك تشين، في حاجه معديه في الثوراسيك انلت ده بنسميها السمباثيك تشين. السمباثيك تشين لما تتضرب تعمل لي ايه؟ الهورنر سندروم. الهورنر سندروم اللي هي ايه؟ كانت توزس مايوزس ان هيدروزس، يبقى توزس مايوزس ان هيدروزس، ان هيدروزس واينوسارموس. تمام، توزس يعني الجفن بيسقط، مايوزس الحبايه بتاعت العين بتضيق، وان هيدروزس يحصل جفاف على ناحيه واحده. تمام، جفاف يعني ما فيش عرق يعني،
و انوفسالموس العين بتبقى داخله جوه شويه. تمام ماشي. طيب ثالث حاجه هتتضرب اللي هي ايه؟ البلاد فيسلز، سب كليبيان ارتري وسب كليبيان فين. لما اضرب السب كليبيان ارتري، سب كليبيان ارتري ده بيغذي الابر ليمب، فيحصل ان ايكوال بالز. اجي اقيس البالز على ناحيتين، كنا بنعلق على البالز ايه؟ الريت والريزم والفوليوم والايكواليتي. الايكواليتي بيشوف على ناحيتين زي بعض ولا لا؟ قال لك ان ان ايكوال بالز، ان ايكوال بالز وان ايكوال بلا بريشر في الابر ليمب، يعني ناحيه الرايت وناحيه الليفت مش زي بعض. تمام. الفينس اوبستراكشن، النيك فين لو اوريدي موجوده في النيك، بتصب في السب كليبيان فين وبتصب في عندنا الانترنال جاجولار. تمام. لو انا قفلت الساب كليفيان فين وقفلت الجاجولار، تمام، يحصل ايه؟ يحصل لو انا قفلت السوبر فينيكافا وقفلت الساب كليفيان، يحصل الاورده بتاعت الفين دي تحتقن. لو انا بصيت كده، لو انا بصيت بالشكل ده كده، هلاقي ايه؟ عندي هنا الساب كليفيان فين، ده كده ايه؟ الساب كليفيان فين اهو، الساب كليفيان فين، ودي الاورده بتاعت الرقبه. تمام. دي بتصب في ده، دي بتصب. لو انا قفلت ده، الاورده هتيجي تصب، مش هتعرف تصب، فايه اللي هيحصل؟ تحتقن، تبدا ايه؟ تكبر في الحجم. تمام. يبقى ايه؟ كونجستد بولسيتنج انيك فين او كونجستد انيك فين. تمام. طيب يبقى تاني كده، انا ضربت مين؟ الماكروسيتيومر ده لما كبر ضغط على الثوراسيك انلت. الثوراسيك انلت كان موجود فيه نيرف، وموجود فيه نيرف، وموجود فيه بلاد فيسلز. النيرف اللي فيه البريكيال بريكسس اللور ترانك كانت بتغذي الميديا اسبكت، فبالتالي يحصل سنسوري وموتور. السنسوري باراسيزيا وبين على مستوى الميديا اسبكت والارم فور ارم، وكمان الموتور الويكنس في المصل بتاعت الهاند. تمام. ضرب السيمثاليك تشين فعمل ايه؟ الهورنر سندروم. ضرب البلاد فيسلز على الارتري ان ايكوال بالس اوفر بريشر على الفين كونجستد نون بالسيتنج نيك فين. تمام. وكمان بيحصل ايه؟ دايليتد فين على ايه؟ على شيست وول. ماشي. طيب بالنسبه للبلورال مانيفستيشن، البلورال مانيفستيشن ممكن يحصل بلورسي نتيجه ليه؟ الاكستنشن المالجننت ده، المالجننت سيلز دي تعمل اكستنشن للبلوره، فتعمل سكندري بلورسي، تعمل سكندري بلورسي. تمام ماشي. تعمل بلوره الرب، البلوره الافيوشن يبدا يتجمع ميه، يتجمع ميه في البلوره الساك، البلوره الساك شرحناها بالتفصيل في البلوره الافيوشن، قولها برضو كده على السريع. كان في هنا دي، ادي مثلا دي هنا، دي برايتال لاير، دي اسمها فيسرال لاير وبريتال لاير، في النص كان في حاجه اسمها البلورال ساك. البلورال ساك ممكن يتجمع فيها فلويد، الفلويد ده ممكن يكون ترانسيريت اكسيريت وكايلس هيموراجيك على حسب نوع. انا بعمل اسبيريشن للفلويد ده وببدا احلله واعمل له اناليسيس. ممكن يكون اكسيريت سببه مالجنت افيوشن، اعرف ازاي؟ وانا بسحبه هلاقيه ماسف، هلاقيه كتير، هلاقيه في دم. تمام. هلاقيه بيتجمع تاني، دي اكيوميت، يعني بعد ما اعمل له اسبيريشن بيتجمع تاني. لو عملته حطيته تحت الميكروسكوب هلاقي في مالجنت سيلز. تمام. بيحصل شيفت اوف تراكيه. لو انا جيت بصيت كده، ادي التراكيه وادي البرونكاي. تمام. وادي هنا اللنج. ماشي. حصل ايه؟ المالجنت افيوشن ده عمل لي ايه؟ عمل لي كولابس في اللنج دي، فبدات تكش، بدات تكش بالشكل ده، تصغر. لما تصغر يبدا يحصل ايه؟ التراكيه شيفت تو ذا سيم ساين، التراكيه شيفت ايه؟ تو ذا سيم ساين، لان الحيز اللي كان بتشغله اللنج بدا يقل. تمام. طيب ممكن يحصل ايه؟ ترانسيوريت، ترانسيوريت، لان عندنا ادي الهارت، ادي الهارت، ادي عندنا الاتريوم والفنتركل، كان في حاجه اسمها السوبيريور فينيكافا. لو انا قفلت السوبيريور فينيكافا ده، لو انا قفلت السوبيريور فينيكافا، تبدا ايه؟ يرشح ميه لبره، يحصل ايه؟ الهيدروستاتيك بريشر يبدا يعلى، ترشيح الميه ده يبدا في كل حته في الجسم، من ضمنها البلورال ساك. الكايلس افيوشن، في حاجه اسمها الثوراسيك داكت، الثوراسيك داكت دي يعني عندنا الليمف فيسلز، دي الليمف فيسل كانت بتجمع في حاجه كبيره اسمها الثوراسيك داكت، الثوراسيك ايه داكت. لو انا قفلت الثوراسيك داكت او عملت لها رابتشر، التيومر يعمل انفيجن للثوراسيك داكت دي، يحصل فيها اوبستراكشن، فيبدا الليمف ينشع لبره، يحصل ايه؟ كايلس افيوشن، كايلس ايه؟ افيوشن. السابيوراتيف افيوشن نتيجه لايه؟ السابيوراتيف افيوشن ده نتيجه لايه؟ نتيجه للسكندري بكتيريال انفكشن، سكندري بكتيريال انفكشن، او حصل لانج ابسس. مش احنا قلنا بيحصل لانج ابسس في البونكوجين كارسينوما نتيجه لان الايه؟ النكروزس جود ميديا في البكتيريا، وكمان بيقل مناعه، فيحصل لانج ابسس. لانج ابسس ده عباره عن حويصله وفيها ايه؟ مهبص. لما تفرقع الحويصله دي تطلع اللي جواها، فيحصل ايه؟ امبايما، يحصل ايه؟ امبايما. تمام. امبايما دي يعني عباره عن صديد في البلورال ساك. طب ميديا ستاينا برزنتيشن، مش احنا كان في حاجه اسمها ادي عندنا، ادي لانج وادي لانج ثانيه، وفي النص كان في ميديا ستاينا. الميديا ستاينا دي انا دلوقتي مثلا اللانج هنا وليكن البانكوس تيومر بيضغط على الميديا ستاينا، لما يضغط على ميديا ستاينا يضغط على كل محتوياتها، او في مثلا في تيومر برونكوجين كارسينوما بصفه عامه، مش شرط يكون بانكوس، يضغط على الايه؟ الميديا ستاينا سندروم. الميديا ستاينا يضغط على الميديا ستاينا، الميديا ستاينا ممكن فيها حاجات كتير قوي هناخدها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. من ضمنها الليمفينود، يحصل ايه؟ ميداستاينال ليمفينود ميتاستيزس. تضغط على كمان على الفرينيك نيرف، الفرينيك نيرف اللي بيغذي الدايفرام، فتعمل دايفراماتيك باراليسيس. تمام. في نيرف اسمه ريكورنت لارينجيال نيرف، ريكورنت ايه؟ لارينجيال نيرف بالشكل ده كده، ادي ريكورنت، ريكورنت لارينجيال نيرف ده بيغذي البوكال كورد. فلما يضرب، لما التيومر يضربه هيحصل ايه؟ يحصل هورسنس اوف فويس، يبدا يبقى فيه بحه في الصوت. تمام. طيب ميتاستاتيك، الميتاستاتيك برزنتيشن، الميتاستاتيك برزنتيشن
كل ده في كلينيكال بيكتشر، كل ده في كلينيكال بيكتشر. ممكن يكون دايركت، ممكن يكون ليمفاتيك، ممكن يكون بلاد. الدايركت احنا قلناها ممكن على ايه؟ للاكستنشن للسراوندنج، للبلوره، للميدياستاينم، للديافرام، للريبس، تمام، للفرتبري. طب الليمفاتيك احنا قلنا ممكن يكون، ممكن يحصل ايه على مستوى الابدومينال، الاكسلري، الميدياستاينال، الهايلر ليمف نود ميتاستاسيس. ممكن كمان تروح على الريتروجريد، ممكن اسمها ليمفانجايتس كارسينوماتوزس، تمام، بتعمل سب اكيوت كوربالمونال. نرجع لاول الفيديو، تمام، البلاد ليفر لانج وبون وبرين. الليفر، الليفر يكبر ويبقى تندر، تمام، اجين يبقى كونجستد تندر، تمام. البرين انكريس انتر كونتينشن، فوكال نيورولوجيكال مانيفستيشن. البون يحصل ايه؟ بوني بين، بوني بين، تمام. باثولوجيكال فراكشر، يبدا ايه كل ما يمشي يتكسر، ماشي. النون ميتاستاتيك، النون ميتاستاتيك بنسميها ايه؟ البارا مالجننت سندروم. البارا مالجننت سندروم دي بيقول لك جروب اوف مانيفستيشن بتحصل از كونسيكونس، كنتيجه كنتيجه لوجود ايه؟ تيومر في الجسم. نوت دي تو بريزنس اوف تيومر سينس، يعني ايه؟ يعني في تيومر، التيومر ده بيبعت اشارات، الاشارات دي سايتوكاينز او هرمون، الهرمون دي بتبدا تعمل مانيفستيشن للجسم لامراض تانيه. تاني كده اللي اسمها ايه؟ التيومر سيلز دي تطلع هرمونز، تطلع سايتوكاينز، تبدا تعمل مانيفستيشنز في الجسم لامراض تانيه، ماشي. طب اندرلاين ميكانيزم بيقول لك نوت كلير او نوت كلير، بس ممكن يقول لك ايه؟ ان بيحصل ابنورمال ميتابولايت من التيومر سيلز زي ما بقول كده، اللي هو الايه؟ السيتوكاينز او الهرمونز، او يحصل اميون ريسبونس اجينست التيومر سيلز. الرياكشن ده، الرياكشن بتاع الاميون سيستم ده يظهر اعراض معينه على مستوى الجسم. الاعراض دي تتمثل في نيورولوجيكال واندوكراينال وهيماتولوجيكال وديرماتولوجيكال واذرز. النيورولوجيكال على مستوى السي ان اس احنا قلنا بيعمل اعراض لامراض ثانيه غريبه شويه، انكيفالومايلايتس، سب اكيوت سيريبيلر ديجنريشن، بيضرب الـ بيضرب الـ الديب سنسيشن، بيضرب، بيعمل اتاكسيا، بيعمل ايه؟ بيضرب اسمها ايه؟ البيراميدال تراكت، البيراميدال تراكت. طيب بيضرب كمان البريفرال نيرفز، تعمل بريفرال نيوروباثي، بيضرب النيو ماسكولار جنكشن، تعمل مايسينيا جريفز. يضرب كمان حاجه اسمها اللامبرت ايتن سندروم، ده بيبقى اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون ديزيز اجينست ايه؟ في عندنا، كان في عندنا البري سينابتيك نيرون، كان في عندنا البوست سينابتيك نيرون. البري سينابتيك كان في حويصلات هنا، الفيزيكال، الفيزيكال دي كانت بتطلع اسيتايل كولين، ولكن الفيزيكال دي لو نفتكر عشان تفرقع، عشان يحصل لها رابتشر، كان لازم الكالسيوم يخش، كان لازم الكالسيوم يخش عن طريق تشانل معينه، تمام. انا اوتو انتيبودي اللي بيتكون ده بيتكون اجينست الكالسيوم تشانلز، فبنسميه اللامبرت ايتن سندروم. يبقى اللامبرت ايتن سندروم هو اوتو اميون انتي، اوتو اميون انتيبوديز بتتكون اجينست الكالسيوم تشانلز في البري سينابتيك نيرونز، فبالتالي الكالسيوم اسمه الاسيتايل كولين مش هيعرف يخرج، فيحصل ايه؟ المانيفستيشنز بتاعت ايه؟ اللامبرت ايتن سندروم. المصل يحصل سكندري مايوباثي، تبدا تضعف، يحصل دريماتومايوسايتس، ده بيبقى اوتو اميون ديزيز اجينست، اوتو اميون ديزيز اجينست مين؟ السكيلتا مصل والسكين، تمام. طب الاندوكراينال، الاندوكراينال ممكن التيومر ده يطلع مين؟ يحصل ريزيستنس، ريزيستنس على مستوى الريسبتور بتاعه الباراثيرويد هرمون، فيحصل حاجه اسمها السودو هايبر باراثيرويدزم، فيبدا يعلي الكالسيوم في الدم، تمام، يبدا يعلي الكالسيوم في الدم. دي موجوده في بالظبط بالتفصيل في الاندوكراين. ده كان ايه؟ ريزيستنس، ريزيستنس في الريسبتور بتاعه الباراثيرويد، الباراثيرويد مش عارف يشتغل، فيبدا الكالسيوم يعلى في الدم، تمام. يحصل هايبوجلايسيميا، ممكن يحصل ايه؟ ممكن يطلع كورتيزون، تمام، فيحصل كوشنج. ممكن يطلع الانتي دايوريتيك هرمون، لما يعلى في الجسم كان بيعمل حاجه اسمها السياده، سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن، كان بيعمل حاجه اسمها الووتر انتوكسيكيشن. ممكن يطلع سكس هرمون زي الاستروجين مثلا، فيعمل جاينيكوماستيا، الجلاندولار تيشو بتاع البريست يبدا يكبر، يعمل جاينيكوماستيا، تمام، في الميل يعني، ماشي. الهيماتولوجيكال، الهيماتولوجيكال بيطلع التيومر، بيطلع حاجه اسمها الجرانيولوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور، جرانيولوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور، فيبدا يروح على البون مارو، يبدا يروح على البون مارو ويعمل ستيميوليشن ليه عشان يطلع الوايت ديسيز، بالاخص الجرانيولوسايت اللي هي مين؟ اللي هي النيتروفيل، الفيزوفيل، الايزينوفيل، تمام. الدرماتولوجيكال ممكن يحصل درماتومايسايتس، ده اوتو انتيبودي اجينست مين؟ السكيلتال مسل والسكين، تمام. يحصل ايه؟ ديسكلريشن في السكين كده، بنسميه ايه؟ الهيليوتروب ديسكلريشن، تمام. الاكانثوزس نيجريكانس بيبقى نقط سمراء كده، نقط سمراء وخطوط سمراء على الرقبه، على الرقبه، على الـ على الايه؟ على الاجزله، على الاجزله، على الرقبه، تمام. دي بتبقى ايه؟ تمثل الانسولين ريزيستنس، يبقى الشخص ده غالبا هيجي له ايه؟ هيجي له سكر بعد كده، تمام. يبقى الانسولين ريزيستنس بتتمثل في ايه؟ الخطوط السمراء اللي موجوده في الاجزله، موجوده في الرقبه، موجوده على تشين اوف تيبيا، تمام، ماشي. ممكن يحصل ايه؟ الهربس زوستر، الهربس زوستر. ممكن يحصل هايبر بيجمنتيشن،
ممكن يحصل بروريتس. يبقى الديرماتولوجيكا يا اما درماتومايوسايتس عباره عن اوتو انتي بودي اجينست السكيلتال ماسل والسكين، لكن سولز سنيجرجانس عباره عن خطوط سمراء بتظهر على القفا على النك يعني، تمام، على التشين اوف تيبيا، تظهر على الاكزيلا، تمام، دي تمثل انسولين ريزيستنس. غالبا الشخص اللي هيجي له بعد كده دايابيتس ممكن يحصل هيربس زيستر، ممكن يحصل هايبر بيجمنتيشن، ممكن يحصل بروريتس يبدا يخرج. الادرس في عندنا كلابينج بالشكل ده كده، بنسميها الجريد فور كلابنج، اللي هي بالمونري اوستيوليستروفي، بيبقى دراماتيك ابيرنس شبه الطبله، تمام. في عندنا كمان ايه، حاجه كمان كاشيكسيا ممكن كمان يحصل كمان فيبر اوف نون اوريجين، فيبر نوت ريليتد دي انفكشن، تمام. كاشيكسيا يعني جلد على عظم، يبدا ايه برومننت زي جوما، برومننت ايه زي جوما، يبدا ايه يضعف كده جسمه، يضعف يبقى ايه جلد على عظم، تمام. طب الانفستيجيشن، اول حاجه الايمجنج اللي بطلبها بتبقى ايه، بتبقى شيست اكس راي، سي تي، بايوبسي، تمام. الشيست اكس راي هلاقي ماس، هلاقي كلكيع، تمام، يا اما في اللنج، يا اما في البلوره، يا اما في ميداستاينم، يا اما في الدفرام، يعني الكلكيع دي يا اما موجوده في اللنج نفسها، يا اما حصل ميتاستيزس في اي حته تانيه. لو في اللنج نفسها بيعمل حاجه اسمها الكوين شادو، الكوين شادو، تمام، او ممكن الاقي ايبيكال ماس لو البانكو سيتيوم بالشكل ده كده. نبص كده، ادي الكوين شادو بالشكل ده كده، اهو في ماس، تمام، ادي في ماس، ماشي. يبقى دي اسمها الكوين شادو، دي كده برونكوجينيك كارسينوم، تمام. هلاقي برضو واحده كمانها برونكوجينيك كارسينوم بالشكل ده كده، تمام، دي كده ايه برونكوجينيك ايه كارسينوم، ماشي. كمان واحده دي بقى بانكوست تيومر، البانكوست عشان موجود في الايبكس، اهو موجود ايه الايبكس بتاعت اللنج ده، البانكوست تيومر، تمام. وادي واحده كمان ايه بانكوست تيومر، بانكوست تيومر، تمام. طب دي مش احنا قلنا ممكن يحصل سبريد للبلوره، فيعمل بلوره الافيوشن، هنا بقى ايه بلوره الافيوشن، هوموجينس اوباسيتي، تجمع من الميه اهو بالشكل ده، ده كده كل ده دي بلوره مليانه ميه، تمام، عملت كولابس في اللنج، تمام. طيب يبقى ممكن يحصل ايه على مستوى اللنج، ممكن يحصل الكوين شادو اللي هو الماس اللي موجوده في اللنج دي بنسميها كوين شادو، تمام. ممكن يحصل الايبيكال، على فكره دي مش نون سبيسيفيك، ممكن تظهر في امراض ثانيه، ماشي. الايبيكال ماس اللي هي البانكوست تيومر، ممكن يحصل نيمونيا كونسوليديشن، ممكن يحصل لانج ابسس، ممكن يحصل كولابس، بلورا الافيوش، يحصل ميدا ستاين شيفت تو ذا سيم ساين عشان في كولابس، ميدا ستاين الماس، ممكن الاقي الليمف نود، الدايفرام، الاقي في ايه اليفيتد كوبيولا. يعني ايه اليفيتد كوبيولا؟ اثناء الانسبيريشن، اثناء الشهيق، الدايفرام بينزل لتحت، تمام. لو حصل مالجنت افيوشن يبدا الدايفرام ايه يتلخبط، يعني ايه يحصل ايه، لو انا ضربت الفرينك نيرف كان بيغذي الدايفرام، فيبدا الدايفرام الحركه بتاعته تتلخبط، بارادوكسيكال موفمنت، يعني ايه من المفترض اثناء الانسبيريشن ينزل لتحت الاقيه بيطلع لفوق، يعني الحركه بتاعته بتتعكس، بنسميها بارادوكسيكال موفمنت او اليفيتد كوبيولا اون ذا افكت سايد ديورنج انسبيريشن. الشيست وول يعمل ايه، يبدا ياكل في الضلوع، ياكل في ايه، في اسمها ايه الفقرات، ماشي ماشي. يبقى السيتي اشعه مقطعيه هلاقي في ايه، هي مميزه واحسن من احسن الشيست اكس راي، ليه؟ لانها تقدر تلقط الماس لو صغير جدا اصغر من 2 سم، انما الاصغر من 2 سم وعملت اكس راي، عملت اكس راي ممكن ما تظهرش، انما هتظهر في السيتي. البونكوسكوبي اخش بمنظار، اخش ايه بمنظار، قلنا المنظار هيكشف لي اكتر السنترال، لانه ايه، لانه قريب من المنظار، تمام. البايوبسي ممكن اخد عينه، تمام، عشان الباثولوجي، ممكن اعمل برونكو البر لافانج، اخش بصلاين كده واحد واعمل اريجيشن واشفط الصلاين ده تاني، هيروح واخد معاه المالينا سيلز اشوفها تحت الميكروسكوب. السيتولوجي انا بعمل سبيوتم اكزامينشن، او عملت عينه البلغم الاقي في مالينا سيلز، اعمل اسبيريشن للبلوره الفلويد الاقي في مالينا سيلز، تمام. البايوبسي ممكن اخدها ترانس برونكيال عن طريق المنظار، ممكن اخد لانج بايوبسي بتتاخد يا اما اوبن بجراحه، يا اما بيركوتينيوس، يا اما سواركوسكوبي، تمام. ممكن اخد عينه كمان من الليمف نود. طيب اللاب، السي بي سي، انيميا، مش احنا قلنا انيميا اوف كورونيك ديزيز ممكن تحصل، ممكن يحصل جرانيولوسيتوزس عشان برا مالينا سندروم كان بيطلع الكولوني ستيميوليتنج فاكتور بيستيميوليت الممر عشان يزود الجرانيولوسايت اللي هو الواي بي سيز، يعني الاي اس ار بيعلى بس اعلى من 100. المعلومه كده، الاي اس ار لو اعلى من 100، في اول ساعه، اعلى من 100 في اول ساعه، يبقى سسبكت ثلاث حاجات، التي بي والمالجنسي، تي بي وتيومر، والكونكتيف تيشو ديزيز اللي هو مين، اللي هو الروماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس والحاجات دي، تمام. الانفستيجيشن فور اندوكراينال ديستربنس، مش احنا قلنا بارا ماليجن سندروم بتعمل اندوكراينال مانيفستيشنز. طيب هلاقي الكالسيوم عالي عشان السودو هايبر بارا ثايرويدزم، عشان ايه الريزيستنس بتاعت الريسبتور بتاعت بارا ثايرويد هرمون، ماشي. الجلوكوز قليل، الاي سي تي اتش عشان الكوشنج سندروم، ماشي. الديفرنشال ديجنوزس، الديفرنشال ديجنوزس لازم افرق البرونكوجين كارسينوما من الحاجات اللي بتعمل شيست كومبليت، مش احنا قلنا الشيست سيمبتومز دي مشهوره في حاجات كتير، مشهوره في كل امراض الشيست،
طيب وبرونكوجين كارسينوما السنترال تايب كان بيعمل شيست سيمتومز زي شيست بين وهيموفتاسيس وديسنيا، فلازم افرقه من الحاجات اللي بتعمل شيست سيمتومز زي مين؟ زي اسباب الكف، اسباب الموتس بصفه عامه. طيب الحاجات اللي بتعمل لوكالايزد برونكيال اوبستراكشن زي الامفيزيما مثلا، تمام؟ الحاجات اللي بتعمل ايه؟ ان ريزولفنج نيومونيا، ان ريزولفنج نيومونيا دي هي نيومونيا لا تستجيب للعلاج. لونج ابسس، طيب ممكن افرقها كمان من اذر كوزز اوف لور فيوشن زي مثلا التي بي، افرقها من ميدياستاينال سندروم، كوزز اوف ميدياستاينال سندروم، افرقها من التي بي، تمام؟ طيب ده كلينيكال، احنا بنفرق ديفرنش دياجنوزز كلينيكال وراديولوجيكال، ده كان ايه؟ كلينيكال. طيب الراديولوجيكال، الراديولوجيكال افرقها ازاي؟ احنا قلنا كان في الكوين شادو، الكوين شادو الماس اللي موجوده في اللنج دي مش هي لوحدها بتحصل في البرونكيال كارسينوما، ممكن تحصل في امراض ثانيه زي مين؟ التيومر بصفه عامه، الانفكشن، الانفاركشن والفورم بودي، تمام كده؟ التيومر افرقها بقى اذا كانت براين ولا مالجننت ولا سوليتر، عن طريق مين؟ عن طريق الباثولوجي، اخد عينه واشوفها تحت الميكروسكوب اشوفها هي براين ولا مالجننت. طيب الانفكشن ممكن يحصل، ممكن يكون نيومونيا، يعني ممكن يكون السبب الماس دي نيومونيا او تي بي، افرقها ازاي بقى؟ افرقها بايه؟ بحاجات اللي هي الاكس راي، اعرف ان دي كونسوليديشن ولا لا، الحاجات بتاعت النيمونيا، الانفستيجيشن بتاعت النيمونيا، تمام؟ الانفاركشن ممكن يبقى في انفاركشن، يعني بلاد فيسلز اتقفل يعني، تمام؟ وعندنا فورم بودي. التريتمنت عليها ازاي؟ التريتمنت اخر حاجه السكسسفول سيرجري، سكسسفول سيرجري اوفر الاونلي تشانس، يعني ايه؟ يعني هي التريتمنت اوف تشويس، بس للاسف الجراحه دي مش لكل الناس، لان غالبا البوكشن لما بيجي للشخص ده غالبا بيموت، غالبا بيموت، تمام؟ طيب التشويس اوف تريتمنت، التشويس اوف تريتمنت على حسب التيوم، مش احنا قلنا كان في سمول سيل ونانو سمول سيل، السمول سيل رخمه، السمول سيل لا تستجيب للعلاج وهايلي مالجنت ورابيدلي جروينج وغالبا بيموت منها، اما النانو سمول سيل خفيفه شويه، تمام؟ كان في نوع اسمه الالبولر، الالبولر تايب كان لو جريد، تمام؟ الاوبرابيلتي، الاوبرابيلتي يعني القابليه لاجراء العمليه الجراحيه. اعملها امتى؟ يعني اعمل عمليه جراحيه امتى؟ لو ما فيش ليمف نود ميتاستيزس وما فيش ميداستينال ميتاستيزس، تمام؟ وما فيش اكسترا ثوراسيك سبريد، يعني التيومر موجود في اللنج بس، التيومر موجود في اللنج بس، يعني هخش هشيل اللنج او هشيل الفص، الفص اللي فيه مشكله، الفص اللي فيه مشكله ولكن ابر لوب مثلا هشيله وخلاص. طيب اللاين اوف تريتمنت، اول حاجه لو نان سمول سيل، لو نان سمول سيل ممكن يكون اوبرابل، يعني اعمله جراحيه، اعمل له عمليه جراحيه او ما اعملوش. يبقى النون سمول سيل اعمل، يا اما اعمل له عمليه يا اما ما اعملوش. اعمل له عمليه اللي هي عمليه ايه؟ لوبيكتومي، لوبيكتومي يعني بشيل فص، بشيل فص، وبعد العمليه لازم ياخد راديو سيرابي، لازم ياخد ايه؟ راديو سيرابي، الراديشن. طيب لو ما ينفعش اعمل له عمليه، يعني حصل سبريد مثلا ما ينفعش اعمل له عمليه، يبقى لازم ادي له كيمو سيرابي عشان اقلل السبريد، ادي له ايه؟ كيمو سيرابي، وادي له بالياتيف راديو سيرابي، وادي له بالياتيف تريتمنت اللي هو المورفين، المورفين والحاجات دي عشان تقلل البين، تمام؟ السمول سيل، السمول سيل كارسينوما طبعا دي غالبا مش ما بعملوش عمليه، ما بيعملوش عمليه لان هو غالبا هيموت، فانا بدي له حاجات بس تريحه من الاخر. الكيمو سيرابي زي مين؟ زي السايكلوفوسفامايد. الراديو سيرابي ده لو برايمري تيومر عشان امنع الميتاستيزس. طيب في تجميع كده في الاخر، هي احنا قلناها بس تجميع النيورولوجيكال مانيفستيشن اوف برونكوجينيك كارسينوما، في عندنا الشيست برزنتيشن وميتاستاتيك ونون ميتاستاتيك، يعني دي تجميع في ايه النيورولوجيكال مانيفستيشن اللي بتحصل في البرونكوجينيك كارسينوما. يا اما حاجه في الشيست اللي هي ايه؟ اللي هي كنا احنا قلناها السوبيريو سالك سندروم، يعني لما ضغط، لما البانكوس تيومر موجود في الثوراسيك انلت، فضغط على اللور ترانك اوف بريكيال بريكسس فعمل سنسوري مانيفستيشن وموتور مانيفستيشن. السنسوري كان بيعمل باراسيزي او بين في الميديال اسبكت اوف ارم فور ارم، والموتور كان بيعمل ويكنس ويستنج في السمول مصر اوف ذا هاند، تمام؟ لو ضغط على السمثاليك تشين كان بيعمل هورنر سندروم، التوزس، مايوزس، ان هيدروزس، يونيفسالموس. طب لو ضغط، لو ميدا ستاينال مانيفستيشن، لو ضغط على الفرينيك نيرف هيعمل دايفراجماتيك باراليسز، تمام؟ لو ضغط على الريكارت لارينجيال نيرف يعمل هورسنس اوف فويس. طيب ميتاستاتيك برزنتيشن، الميتاستاتيك احنا قلنا ممكن نروح على البلد، البرين واللنج والليفر والبون وبرين. الليفر كان ممكن يحصل ايه؟ تندر ليفر كونجستد. البون ممكن يحصل ايه؟ بوني بين. البرين بقى احنا بنتكلم هنا على نيورولوجيكال مانيفستيشن، فهنتكلم على البرين بالتفصيل، الانتراكينو تنشن هيعلى، الفوكال نيورولوجيكال مانيفستيشن. طب النون ميتاستاتيك اللي هي البارا ماليجنا سندروم، احنا هنا بنتكلم على نيورولوجيكال مانيفستيشن، فهنقول نيورولوجيكال بس. السي ان اس الانكيفالومايلايتس والسب اكيوت سيربيلر ديجنريشن، بيحصل اتاكسيا، بيحصل ايه؟ بيراميد اتراكت مانيفستيشن، ماشي. البريفرال نيوروباثي، بيحصل بريفرال نيوروباثي، ممكن يحصل ايه؟ مايسينيا جريفز، ممكن يحصل لامبرت ايفن سندروم، كان اوتو انتي بودي اجينست الكالسيوم تشانلز في البري سينابتيك نيورونز، تمام؟ المسلز ممكن يحصل سكندري مايوباثي، ممكن يحصل دريماتومايسايتس، اوتو انتي بودي اجينست السكيلتال مسل اند مين اند السكيل.